يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة عايز افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. يلا نبدأ حلقتنا، وعايزين نتكلم عن الموضوع اللي قالب السوشيال ميديا بقاله كام يوم. شفنا الواقعة الشهيرة اللي حصلت من كام يوم للست اللي ضربت حماتها. في اخبار بتقول ان هم اتصالحوا بالفعل، يعني تم التصالح وتم التنازل عن القضية، وإن الست هترجع لجوزها، وتم الاتفاق على مصاريف الزوجة، وإن الحما مش هيكون ليها علاقة بموضوع المصاريف بعد كده. والحقيقة أن طول اليومين اللي فاتوا أصلا الناس مقسومة بين اللي بيدافع عن الحما إنها ما ينفعش تتضرب، وبين اللي بيدافع عن البنت وإنها ضحية، وإن اللي بيحصل ده أو اللي حصل ده اللي عملته البنت ده كان رد فعل من الضغط اللي اتعرضت ليه. المحامية الأستاذة نهاد أبو القمصانج على فكرة كان ليها تعليق في الموضوع ده، واتكلمت عن الموضوع ده، وفتحت برضو وجهة نظر أو اتجاه تاني لوجهة نظر تانية الناس كانت غايبة عنها. فكرة البنت عملت كده ليه؟ ايه اللي وصل البنت انها تتخطى كل العادات والتقاليد والاعراف والادب والتربية وكل الحاجات اللي احنا عارفينها وتعمل كده؟ تعالوا نشوف كده استاذة نهاد ابو القمصان قالت ايه ونرجع تاني. انا بطلب من النائب العام انه يحقق في هذه المشاجرة اللي فيها 7 جرائم. البنت اللي ضربت حماتها جريمة ضرب بسيط، لكن الحما مرتكبة 3 جرائم، جريمة ضرب أم مرات ابنها، وجريمة السب والقصف في حق البنت نفسها، وأقل لفظ الشهود قالوا عليه كلمة يا شاء، وجريمة التنمر بفرشها اللي زي الزفت، وأهلها اللي ما بيجيبوا لهاش عشورة وبتاع، وروح اشتري حباية غلة علشان تستريح. مش كده؟ مش هي حباية الغلة دي اللي اشترتها البنت بتاع الطب العريش لما تنمروا عليها؟ التنمر بيؤدي للانتحار، ولا لازم نجيب جثة؟ فالحما دي اللي يعني تعاطفنا معاها مبدئيا مرتكبة 3 جرائم، والزوج مرتكب ل3 جرائم زيهم. النشر بدون إذنها والتشهير مخالفة قيم الأسرة، لأنه نشر لنا مادة يعني الحقيقة أذتنا كلنا كمجتمع. والجريمة الثالثة تعريض حياة طفل وأمه للخطر بإرسال 350 جنيه نفقة شهرية وهو راجل مقتدر. الحقيقة احنا حاولنا ان احنا نجيب لكم جزء من الفيديو او رأي الأستاذة نهاد أبو القمصان في الموضوع، وهنكمل برضو هي قالت ايه، لانه هي الأستاذة نهاد أبو القمصان شافت ان فكرة حبس البنت على ذمة التحقيق ده راجع لضغط السوشيال ميديا، وان الموضوع مجرد ضرب بسيط. هي قالت كده، ده في القانون ضرب بسيط، وانه البنت دي اولا ما عندهاش سوابق، سنها صغير، وفي نفس الوقت ام ومرضع بترضع، ففكره انها تتحبس في قضيه ضرب بسيط على ذمه التحقيق ده كان هي شايفه ان ده كان تعسف ضد البنت، وان الطفله الصغيره مريضه، الطفله البيبي اللي هي بنت الزوجه اللي ضربت حماتها دي طفله مريضه محتاجه رعايه امها. بيقولوا ان هي عندها مشاكل في القلب، الطفله البيبي اللي عندها 4 شهور فقط دي. فزي ما قلنا في البدايه ان السوشيال ميديا لحد وقتنا هذا لحد النهارده مقسومه. يمكن في البدايه كان في تعاطف قوي مع الحما، وانه ازاي ست كبيره تتضرب بالمنظر ده، وازاي ام جوزك تتطاولي عليها بالطريقه دي، وازاي. وعلى فكره كل ده انا شايفه انه حتى الناس اللي بدات تتعاطف مع البنت ما بينفوش عن البنت انها غلطت، وانها خرجت عن السياق، خرجت عن شعورها، خرجت عن حدود الادب والاخلاق والاعراف زي ما قلنا قبل كده. بس بمجرد لما الحما اتكلمت وبدات تقول تصريحات، بدا يطلع تصريحات غريبه عن لسانها، هي اللي بتقولها في فيديوهات شفناها بنفسنا وهي الست بتتكلم. يعني قالت مثلا معروفه ان الحما هي اللي بتضرب مرات ابنها. ليه اصلا نضرب بعض؟ ولا الزوج يمد ايده على زوجته، ولا الزوجه تمد ايدها على زوجها، ولا على حد من قرايبه، ولا حد يضرب حد، ولا حد يهين حد. واحنا بنتجوز علشان نتضرب؟ هو احنا بنتجوز علشان نتهان؟ هو احنا بنتجوز علشان نتعاير بالعفش بتاعنا وبالجهاز بتاعنا وبالموسم موسم ايه يا جماعه؟ والله العظيم موسم ايه اللي انتوا عاملين عليه خناقه الكبيره جدا دي؟ شويه العاشوره اللي هي البليله في لبن دي، هي دي اللي انتوا عاملين عليها الموضوع ده كله بجد؟
اكيد لا، اكيد البنت كانت شايله كتير، اكيد البنت كانت بتتعرض لضغط كبير، اكيد البنت اتضربت قبل كده كذا مره. ايه المبرر برضو حد يقول لي كده، حد عنده منطق، حد عنده عقل ويوزن الامور، ايه اللي يخلي الزوج يحول الفلوس كلها على والدته والبنت تضطر انها تروح لحماتها كل شهر تاخد منها المصروف ليه؟ والحما اتقاوح معاها، وسمعنا ان هم 350 جنيه بس، بتفاصل معاه في 350 جنيه كمان، الراجل بيشتغل في الامارات والست مش عارفه تتحصل على 350 جنيه ليها ولبنتها بالذل، وبتبعت معاها حد علشان خاطر لو البنت عيانه ولا بتاع، الحما بتبعت مندوب عنها عشان الحما مش قادره تنزل مع مرات ابنها، فالحما بتبعت مندوب عنها يراقب مرات ابنها بتصرف ازاي وفي ايه؟ ليه؟ وانتوا مخونين بعض قوي كده ليه؟ ولما انتوا مخونين بعض قوي كده اتجوزتوا اصلا من الاول ليه؟ نسبتوهم ليه؟ لو انت يا ست الناس، يا ست الكل، انت شايفه ان الناس دي مش مناسبه ليكوا، رحتي وخدتي ابنك وجوزتيه بنت الناس دول ليه؟ وبعدين بتستقبلي الناس على السلم، بتستقبلي حمات ابنك على السلم، بتستقبلي، بلاش كل دول، بتستقبلي ضناكي حفيدتك على السلم وبتكنسي عليها التراب. وانا اللي انا اعرفه ان دي في عادات الفلاحين ده عداوه، ده كده احنا كده بنفتعل مشكله. وقالت الاستاذه نهاده ابو القمصان في الفيديو بتاعها برضو، الكاميرا متركبه ليه في مدخل البيت؟ وليه الست بالذات قابلتهم على مدخل البيت في المكان اللي فيه الكاميرا؟ قالت ان الموضوع الواقعه كلها مدبره عشان البنت دي تتطلق بدون ما تاخد اي حق من حقوقها، ده اللي قالته الاستاذه نهاده ابو القمصان في الفيديو بتاعها. وسالت فين بقى الفيديو اللي ابنك قصه واتنشر منه حته، وليه قفل الصوت وحطت عليها سواد العسل؟ ايه علاقه ده بده؟ ايه علاقه اغنيه معموله في فيلم عسل اسود من 11 ايه من 13 15 سنه، يعني من كتير جدا جدا جدا، وكانت بتوصف حال معين في الوقت ده انا ذاك 15 16 سنه فاتوا لحال والدتك، ايه علاقه ده بده؟ فيا جماعه من فضلكم حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا لما تكونوا اولا هتناسبوا، ناسبوا الناس اللي يناسبوكم، يعني انتوا اسمه النسب، نسب يعني لازم يكون في نسبه وتناسب وتبقى الموضوع مناسب كده لبعضنا. فلازم هنروح نتجوز ناس تناسبنا، ناس شبهنا، ناس احنا راضيين عنهم، مش احنا مش جايبينهم علشان يبقوا خدامين عندنا، مفيش حاجه اسمها كده. دي بني ادمه وليها حقوق وليها عليها واجبات وليها كرامه وليها اهل وليها ليها حاجات كتير قوي، ربنا مكرمها، انتوا مش بتكرموها. الست حقك على راسنا من فوق ان البنت خرجت عن شعورها او عملت كده، بس هيبقى السؤال، البنت عملت كده ليه؟ البنت وصلت للمرحله دي ليه؟ بيحصل فيها ايه من بدري علشان توصل لمرحله الانفجار دي؟ البنت قامت مره واحده، انا يعني لما شفنا الفيديو البنت انا متاكده ان في ستاره سودا نزلت على عينيها وهي بتتصرف التصرفات دي هي مش شايفه. طبعا طبعا زي اي اهل في الدنيا اهلها اكيد كانوا بيقولها عيشي واستحملي واوعي تطلقي وتعالي اقعدي عندنا وفكي ما بينك وما بين حماتك وما تبقيش في ما بينك وبين حماتك صراعات ومشاكل ومشحنات، فواخدين البنت عندها، البنت عندها، البنت وبنتها، فواخدين البنات عندها عندهم. ففكره انه الحما تبقى مصره ان مرات ابنها تبقى عايشه معاها وقافله شقتها، البنت ملهاش حق انها تصرف من فلوس جوزها او تاخد مصروف محترم من جوزها زي ما اي ست في الدنيا المفروض بيحصل معاها، مش حاسه باستقلاليه وخصوصيه ومقفول بيتها وبتطلع بيتها بالاذن علشان خاطر حماتها عايزاها، يا اما تبقى قاعده معاها يا اما تروح تقعد عند اهلها. البنت بتتعرض للتنمر والتعنيف طول الوقت. البنت اتجوزت وجوزها مش قاعد معاها، هي بقى لها سنه ونص متجوزه جوزها مش قاعد معاها، ولما بيحول فلوس بيحول فلوس عن طريق مامته، بيدي لمامته، مستأمن مامته مش مستأمن مراته. لو مش مستأمنين بعض، لو مش حابين بعض ما تتجوزوش. وبرده كل كلامي ده مش مبرر ابدا، هرجع اكررها المره الثالثه، حقك علينا يا ست الكل، مش مبرر ابدا ان البنت تضرب حماتها، مش مبرر ابدا انك تتعرضي لضغط فتتطاولي على حد اكبر منك بالطريقه دي خالص، مش مقبول. ومش مقبول مرمطه بنات الناس معانا، مش مقبول ان انت تحاولي تعوضي غياب جوزك او بعد جوزك، لان هي قالت كده في فيديوهات، الحما نفسها قالت انا مطلقه وانا مش عايزه ابني ولا بنت ابني تعيش زيي، فعشان كده بقول له مش عايزاه يطلقها، مش عايزاه يطلقها بس عايزينه يذلها. فخدي بالك يا ست الكل ان ابنك عمره ما هيبقى جوزك، وبرده الاستاذه نهى ده بقول لهم كده في الفيديو، ابنك عمره ما هيبقى جوزك وعمره ما هيعوض الحته دي،
فما تستنيش اللي المفروض كان جوزك يعمله لك او طليقك يعمله لك من ابنك، حرام. من الاول من الاخر كده يا جماعه، يعني الاول للاخر القصه دي كلها، ومن اخرها بقى العتاب على الزوج. الراجل اللي دايما احنا بنتكلم معاه في حته بيت العيله، الاهل، ازاي تفصل بين مراتك وامك، ازاي ترضي الاثنين، ازاي يبقى عندك انت استقلاليه في حياتك علشان حياتك تبقى ماشيه كويس، ما يبقاش عندك مشاكل منهم هما الاثنين. لو هما عندهم مشاكل وانت حاسس بالمشاكل دي، ما كانش المفروض تسيب الامور توصل للحد ده علشان تتحل. كان لازم تحل، كان لازم تتكلم، كان لازم تقول مراتي تقعد في بيتها، تقفل عليها بابها، فلوسها توصل لها، ونقطع، يعني مش نقطع بقى، نقلل فكره الاحتكاك ما بينهم، ان هم يتصادموا مع بعض، ان هم يتخانقوا مع بعض، ان الست ما تبقاش كل شويه عايزه فلوس، اديني، انا عايزه دواء، انا عايزه اكل، انا عايزه مش عارف ايه. فطبعا الست الكبيره، هو انت كل شويه عايزه تاكلي؟ هو انت كل شويه عيانه؟ هو انت كل شويه مش عارف ايه؟ ده انت مش نافعه. في نفس الوقت انت كراجل ليه نزلت الفيديو على الانترنت؟ ليه؟ ليه 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 ام بنتك يتقبض عليها وتتحبس، وعندك بنت وبنتك دي بترضع وعيانه؟ ما انت هو انت ما كنتش تقدر تنزل تعمل قعده عرفيه مع اهلها واهلك وتتكلموا وتاخد حقك تالت ومتلت؟ انت ما كنتش تعرف تعمل ده؟ ليه نزلت الفيديو قبل ما تيجي مصر؟ وليه شلت الصوت الاصلي اللي احنا مش عارفين ايه اللي اتقال خلى البنت تنفجر كده، وحطيت عليه اغنيه تانيه خالص؟ ليه؟ ليه الحاجات دي كلها؟ حضرتك عليك عامل كبير، حضرتك غلطان غلط كبير، حضرتك كان المفروض من الاول تحط قانون لحياتك، مراتك بتتعامل ازاي وامك بتتعامل ازاي، وتتاكد ان هما الاثنين متفقين معاك على نفس القانون، وتتفضل تسافر بالسلامه. ويبقى السؤال، ليه في كاميرا فيديو جوه قلب البيت، جوه قلب العماره بتاعتكم اللي هي بيت عيله، علشان عايزين تراقبوا ايه جوه البيت؟ الكاميرات المفروض لو هو بيت عيله تبقى بره البيت، يعني انتوا بتامنوا البيت من بره، من جوه بقى في ايه؟ فحاولوا على قد ما تقدروا يا جماعه، الله يخليكم، تحافظوا على الـ الروابط اللي ما بينكم، نحافظ على الاصول والاخلاق والادب. الاصول ما بين الاثنين، ما بين الصغير وما بين الكبير، الكبير يراعي الاصول قبل الصغير، الكبير اللي يعلم الصغير الاصول، مش بقى عمال يهزق في الصغير ومستني الصغير يراعي الاصول. يعني شوية نسبة وتناسب، بنت غلطانة غلط كبير، الراجل غلطان غلط أكبر بكتير، الحما نجني عليها في الفيديو فقط، لكن الله أعلم الست دي عملت إيه في البنت الصغيرة علشان خاطر توصل للحال ده. في النهاية بيتقال إن هما اتصالحوا، تمام، حلو، الصلح خير، دي حاجة كويسة جدا، بس الصلح على أسس عاملة إزاي؟ هل البنت هتاخد حقها؟ هل الأم هيترد اعتبارها وخلاص؟ انت يا ست الكل في بيتك على عيننا على راسنا معززه مكرمه، وانت كمان يا مراتي في بيتك على معززه مكرمه، ولا ايه اللي هيحصل؟ هو ده اللي هنشوفه بقى خلال الايام اللي جايه. ما كناش نتمنى ابدا ان احنا اصلا نخش بين زوج وزوجته، بس حضرتك اللي عرضت حاله شخصيه جدا زي دي على السوشيال ميديا، وكمان يعني وصلت الموضوع للشرطه، وما فيش مشكله انت يعني ترجع للشرطه، ده حقك كمواطن مصري، حقك 24 قيراط، مفيش اي مشكله خالص. بس كانش لي اي لازمه ان مصر كلها تشترك في الخناقه دي، كانش لي اي داعي. انتوا اهل بلد، وديار بنجم بلد محترمه وبلد جميله، واهلها ناس محترمه جدا جدا، وفيها ناس كتار كبار يقدروا يعملوا عادات عرفيه، وفيها برضو تواجد امني كويس جدا جدا، فكان ممكن ده كل ده يتحل بدون اللجوء للسوشيال ميديا. فاتمنى ان الموضوع يتحل، واتمنى ان احنا نراعي ان في طفله صغيره اتهرست في الفيديو، مش عايزينها تتهرس في الحياه كمان. بس ده كان موضوع الفيديو اللي قلب الدنيا على السوشيال ميديا، واللي اثار تعاطف ناس كتير قوي للاتجاهين، للزوجه وللحما. نروح نتكلم بقى عن موضوع مهم قوي، ان احنا كمان داخلين على فتره بقى فيها التوتر الليفل بتاعه عالي قوي. احنا مش داخلين، احنا في الفتره دي دلوقتي احنا قاعدين مستنيين نتيجه الثانويه العامه، واللي تقريبا ممكن تظهر الخميس اللي جاي او في خلال الاسبوع اللي احنا فيه ده، يعني في اخره. فطبعا الوقت ده توتر كبير قوي قوي، امهات كتير قاعده على اعصابها، وطلبه كتير جدا جدا، طبعا طلبه الثانويه العامه كلهم قاعدين على اعصابهم، مرعوبين، خايفين من النتيجه، وكمان خايفين من رد فعل اهاليهم. لذلك احنا عايزين نتكلم معاكم، وعايزين نحذر الاباء والامهات ان خدوا بالكم يا جماعه من الكلام اللي بيتقال يوم النتيجه، علشان الكلام ده دايما بعد النتيجه كده بنسمع ناس فرحانه وناس بتزغرط وناس مبسوطه وبتاع، وناس تانية زعلانه، ناس تانية مكتئبه.
طلبه قافله على نفسها الباب ومش عايزه تفتح ومش عايزه تشوف حد، وطلبه تانية انا ما بقولش وما بشجعش وارجوكوا فكروا في الكلام اللي بقوله ده 100,000 مره قبل ما تقدموا عليه. في طلبه بتقدم على الانتحار علشان بيشوفوا ان حياتهم خلصت. والله العظيم الحياه ما بتخلص عند الثانويه العامه خالص. عملنا اللي علينا، ذاكرنا، ادينا، اشتغلنا كويس، حلينا في الامتحان ما بخلناش، يبقى خلاص على الله ومستقبلك بين ايد ربنا. خلاص مستقبلك ده هيحصل فيه حاجات كتير حلوه، هيبقى فيه الحلو وهيبقى فيه النص نص، بس هيبقى فيه الحلو. علشان نعرف احنا نتعامل ازاي برضو مع ولادنا احنا بقى كاباء وامهات، نعرف ازاي نتعامل مع ولادنا وانها فعلا مش نهايه العالم بالنسبه لنا وبالنسبه لاولادنا، احنا معانا على التليفون دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه عشان نعرف ازاي نتعامل مع الولاد في الفتره دي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور وليد؟ اهلا بسيادتك يعني، وبشكرك ان انت اول برنامج يتكلم في الموضوع ده قبل نتيجه الثانويه العامه بوقت كافي، لان ده مهم جدا نعمل تحصين فكري لاولادنا يعمل لهم نوع من الحصانه النفسيه في مواجهه يوم النتيجه مهما كانت الدرجه بتاعتهم او اللي هيحصلوا عليها. تحصين ودعم يا دكتور وليد، احنا لازم نحسس ولادنا ان احنا واقفين جنبهم وانه مهما حصل مش هنتخلى عنهم يعني. بالظبط، علشان كده دايما احنا بنبدا بان احنا بنكلم اولياء الامور مش الطلبه. بالظبط. يعني ولي الامر هو اللي ما يبقاش متوتر، ما يخلقش اجواء من التوتر تعمل حمل عصبي وضغط نفسي على اولادنا. يعني المفروض نعمل ايه؟ انا بشوف بعض اولياء الامور من دلوقتي قاعده داخله على جروبات المامز بتتكلم في النتيجه وفي النسبه، وبيشوفوا واسطه يجيبوا النتيجه من الكنترول ويتتبعوا بعض اللينكات، كل دي امور عصبيه ونفسيه ضاغطه. بل ما هو أسوأ ان في بعض الصفحات النصب والتلاعب باحلام الناس على السوشيال ميديا اللي بتدعي ان ممكن يعدل درجات الاولاد، وبنلاقي اولياء الامور داخلين عليها وعاملين لايكات وعاملين متابعه، على الرغم ان الكلام ده بعيد كل البعد عن الواقع وعن المنطق وعن العقل وعن الرقابه وعن كل حاجه. الا ان شوف الدرجه وصلت بينا لحد فين. طبعا. هل ده ما يخلقش ضغط عصبي ونفسي على اولادنا؟ يخلق انهيار، انهيار عصبي مش ضغط بس يا دكتور. بالظبط يا فندم. علشان كده احنا بنقول ايه؟ ما تجيبوش سيره النتيجه خالص الاسبوع ده، في متحدث رسمي باسم وزاره التربيه والتعليم بيطلع يقول يوم النتيجه الرسمي امتى؟ سي مثلا قال يوم الاحد، احنا نفتح مع اولادنا موضوع النتيجه يوم السبت، ونحاول نخش على بعض اللينكات الرسميه اللي في الدوله زي مثلا موقع وزاره التربيه والتعليم على المنصه مثلا. مزبوط. انما قبل كده ما نجيبش سيره للكلام ده، احنا قبل كده موضوع النتيجه من الكنترول ده يا دكتور اللي حضرتك بتقول عليه، عايز انا جبت النتيجه من الكنترول صحيح وتطلع غلط يعني ما فيش ما فيش الكلام ده اصلا. خلاص هو الوزاره عامله سيستم وسيستم قاسي وتصحيح الكتروني، وما فيش دخل للعنصر البشري الا في حدود ضيقه جدا، وبناء عليه ما تسمعوش لاي حد، ما تخلوش حد يتاجر باحلامكم، كفايه تجار الوهم اللي تلاعبوا بيكوا من دروس خصوصيه ومن ملزمات ومذكرات وبوكليتات وكل الكلام ده كان كله وهم، والاختبارات كلها جت من اسئله الوزاره. اكيد مش اللي قالوا الناس دي كلها واخدوا فلوسكم على الفاضي. فكفايه لحد كده. فاحنا بنحاول بقدر الامكان ما نعملش ضغط على اولادنا بالكلام الكتير عن النتيجه، نعيش حياه طبيعيه الاسبوع ده تماما، ويبقى فيها سعاده وبهجه، وناكل لقمه حلوه ونتفرج على التلفزيون، ونحاول ما نسهرش. ليه ما نسهرش؟ علشان لو اتعودنا السهر هنيجي يوم الاختبار هنلاقي الابن سهران طول الليل بيفكر خايف، يجي يوم النتيجه يبقى عنده متلازمه الاجهاد، متوتر، بيبقى ردود افعاله مترتبه ان هو مجهد، فعنده فركشه عقليه، فما يعرفش ياخد قرارات سليمه، وبناء عليه ممكن ما يتحملش الدرجه. ده مهم قوي، ومهم جدا ما نخوفش اولادنا، لان في بعض السيدات المحترمات انا شفت ده تقول له خد بالك ده ابوك لو انت جبت درجه وحشه مش هيسيبك. فبناء عليه يبقى ناعي هم ابوه مش ناعي هم الدرجه. فبنشوف حالات هروب من البيوت وحالات اكتئاب، مش عارف يرجع البيت ازاي، يقول لك انا مش عارف اقابل بابا ولا ماما ازاي، مش عارف اقول لهم ايه، ويبقى يقفل تليفونه والاهل يتجننوا ويبقى مش عارفين ايه اللي حصل، بتبقى بقول لحضرتك كارثه، وبيبقى انهيار عصبي فعلا. صحيح. وبناء عليه نبعد خالص عن الزجر، عن التخويف، عن التهديد، عن الوعيد، عن ان انا اقعد احكي بقى قد ايه احنا كلنا الاب والام ما قصروش في حقك وتعبنا وشقينا، ورينا نفسك هتعمل ايه. الرسائل السلبيه دي بلاش نقولها لاولادنا، بل بالعكس احنا ندي لهم رسائل تنويريه. ايه الرسائل التنويريه؟ والله انتوا عملتم اللي عليكم، اجتهدتوا، احنا لينا اجتهادك، انما النتيجه دي اصلا بتاعه ربنا،
وكمان الثانوية العامة دي ما هياش نهاية الطريق، دي البداية بتاعت الطريق. مزبوط. بمعنى ايه؟ طبعا يعني انا دايما بقول الثانوية العامة مش معيار للنجاح في الحياة، بدليل ان انا اعرف معظم رجال الاعمال الكبار مش في مصر بس، على مستوى العالم شوف درجتهم كانت في الثانوية العامة درجة بسيطة، ولكن كان عنده ذكاء تجاري قدر يستثمره فبقى من كبار رجال الاعمال. طيب شوفي ناس اعرفها انا شخصيا محافظين ووزراء زي الدكتور عبد المنعم عمارة، كان معاه دروس خدمة اجتماعية، انما قدر يشتغل على نفسه ويبذل مجهود ويعمل دراسة عليا ويوصل انه يبقى دكتور، فبقى وزير شباب ورياضة وبقى محافظ بعد كده في الإسماعيلية وهكذا. يعني عاوز أقول إيه، ده مش نهاية الطريق، فنفهم ولادنا أيا كان الدرجة إحنا ممكن نبني عليها، نبني عليها اللي إحنا هندخل حاجة تتماشى مع قدراتنا ونتفوق فيها، نبني عليها اللي إحنا ندخل حاجة تتماشى مع مواهبنا زي التربية الفنية على سبيل المثال أو الموسيقى أو التربية الرياضية، نعمل حاجة أو هندخل حاجة تتماشى مع اتجاهاتنا النفسية، نخش حاجة علوم إنسانية، حاجة في الرياضيات، في الذكاء الاصطناعي إلى آخره، ونفهم ولادنا إن هم أكتر حظ مننا. إزاي أكتر حظ مننا؟ إحنا كان زمان حضرتك لحد 7 سنين فاتوا كانت الكليات والجامعات كانت محدودة، فكنا الدرجة دي ما ممكن ما نلاقيش حتة ندخلها. دلوقتي بقى في تنوع في الجامعات، تنوع في الكليات، استحداث تخصصات جديدة، بقى في جامعات أهلية، بقى كل حتة في كليات، فاتسعت المقاعد الجامعيه. وبناء عليه ايا كان الدرجه اللي هيجيبها ابننا هو مؤهل يخش حته كويسه. طب كويس. يعني بدليل طبعا بدليل تنسيق السنه اللي فاتت على سبيل المثال لو هنقيس عليه، انا اعرف ناس جايبه 72% ودخلت كليه صيدله، يعني ما اخذوش لما دخلوا في الجامعات الاهليه واخدت 72%. يعني طب بقول كده ليه؟ لان في ناس بتجيب 80% تبقى زعلانه وتبقى محبطه وتبقى حزينه لان مش عارفه. فاحنا بنشاور لها ايا كان سيادتك الدرجه بتاعتك انت مؤهل انك تخش فيها جامعه، دي الكرسي في المقاعد الجامعيه، ما تقلقش خالص من الكلام ده كله، اهم حاجه نتقبل النتيجه ايا كان دوافعها. وبنقول لاولادنا برضو خلي بالكم من العقل الجمعي. يعني ايه العقل الجمعي؟ انا ساعات ابقى داخل شايف النتيجه بتاعتي 70% بس شايف الناس كلها منهاره وبتعيط وحزينه، وواحد بيضرب ما اعرفش الازاز بتاع النتيجه في ايده وتعور، انا ابتدي كمان يجي لي عدوى المشاعر فابتدي اكتئب وازعل واحزن واعيط وابقى مش مبسوط. أيوة. مالكش دعوه بالعقل الجمعي، انت سعادتك ليك بالدرجه بتاعتك وبس، ايا كانت الدرجه تحمد ربنا عليها وحتى لو قليله هيبقى دافع ليك تطير دوافعك الداخليه اللي انت تزود من نفسك وتعلي من نفسك وتجود في المكان اللي هتدخله في مرحله ما بعد الثانويه العامه عشان تبقى ذات شان في يوم من الايام. تمام. طيب دكتور انا برضو عايز اسال على حاجه، انه في بعض الطلبه بقى اللي هم بيجيبوا مجاميع كبيره ومجاميع حلوه بس اهلهم بيكونوا مصممين على دخول كليه معينه، انت لازم تخش طب، انت لازم تخش هندسه، انت لازم تخش صيدله، انت الحاجات اللي هي بتبقى مفروضه على الولاد، ازاي الطالب نفسه يقنع اهله بالحاجه اللي بيحبها وان هو مش عايز يدرس الحاجه دي؟ بص حضرتك من اكبر الكبائر في العمليه التربويه التربيه بالوكاله. يعني ايه التربيه بالوكاله؟ ان انا معتقد ان ابني ده وكيل لتحقيق احلامي، كان نفسي ابقى دكتور وما بقتش، عاوز ابني هو اللي يبقى دكتور. حقق لي حلمي يا ابني. طبعا. او انا كان نفسي مثلا ادخل حته معينه ما دخلتهاش فعاوز ابني هو اللي يعمل ده. او التربيه الموروثه، يعني ايه انا راجل صيدلي وخايف اموت والصيدليه تروح مني فعاوز ابني يبقى صيدلي. بالظبط. احترم قدرات ابنك، احترم الذاتيه بتاعته، احترم الفروق الفرديه، احترم حقه في الحياه. يعني لازم تخلي ابنك يمارس حياته وفق ميوله واتجاهاته ورؤيته وافكاره ومشاعره وخليه يطلع منتج جديد. يعني احنا خلفنا اولادنا لزمن غير زماننا. زمن دلوقتي بقى متطور، بقى فيه ذكاء اصطناعي، بقى فيه امن سرياني، بقى فيه او سبرالي، بقى فيه كليات الزهور والنباتات الطبيه، بقى فيه الاعلام الافريقي، الدنيا اختلفت. الدنيا اختلفت وبقت متطوره. لا ده في الفكر يا دكتور بتاع العيله كلها دكاتره انت هتطلع ايه؟
العيله كلها مهندسين، انت فاكره نفسك عايزه تعملي ايه يعني؟ وفي ناس بقى بتستخسر المجموع الكبير، يقول لك حرام يا ابني ده انت جايب 99% وانت عايز تروح تخش مش عارف ايه. فبيبقى في حاجات بتبقى زي كده، الواحد يعني الاهالي بيحاولوا ياثروا على دماغ ولادهم بكل الطرق، بس برضو الطالب بيبقى اولا لقله خبرته يا دكتور ما بيبقاش عارف يتناقش في الموضوع ده، ثانيا بيبقى برضو حاسس ان ده ممكن يكون نوع من انواع البر، فبيضطر يدرس حاجه هو كارهها. لا يا ابني بر نفسك، انا احنا اهالينا، انا اللي بيكلم حضرتك ده خلاص ابوه توفى يعني، خلاص توفى انما انا موجود. فالبر الحقيقي ليه ان انا ادعي له ان انا اعمل له حاجه كويسه، مش انا اعبث بمستقبلي. أيوة. العبث بالمستقبل ده مش بر اطلاقا. وبعدين اي حد بيسمعنا، ابنك لو جايب 99% وعاوز يخش كليه هو حاببها بمجموع 80%، دخلها له وهو داخل هيبقى اعلى من اقرانه، يعني بالزبط. قدراته الفرديه اعلى، شوف هيحقق ايه بالظبط. صح طبعا. هيتميز، هيتفوق، هيقود، هيبقى معيد، عضو هيئه تدريس، رئيس جامعه، محافظ، وزير. بالعكس يعني انا لما ادخل ابني في كليه الدرجه بتاعتها ادنى من الدرجه اللي هو حصل عليها، ده انا بديله اوبشن التميز واوبشن التفوق، ويعني ده مهم قوي. بالزبط. وما يتضايقش من ده وما نزعلش من ده. شوف ابنك حابب ايه ودخله له وفق ميوله واتجاهاته، واثقله بالتجربه وبالنصح وبالارشاد انها ما تفرضش عليه اي حاجه. يا ريت والله يا دكتور، اتمنى ان كل الاهالي يسمعوا الكلام بتاع حضرتك ده، لانه فعلا هيفرق كتير جدا جدا حتى في الاجيال اللي طالعه. لما كل واحد يدرس الحاجه اللي بيحبها ويطلع يشتغل فيها، يبقى خلاص كده الناس هتطلع احسن شغل في الدنيا، والدنيا والحياه والمجتمع هيبقى في حته تانية خالص، ما دام الواحد بيدرس الحاجه اللي كارهها ومجبر عليها ومضغوط فيها، وبيعمل الشغلانه اي كلام علشان بس هي شغلانه وخلاص، او عشان يرضي اهله وخلاص. حقيقه انا بشكرك جدا جدا دكتور وليد هندي على الحاجات اللي حضرتك قلتها لنا والنصايح اللي حضرتك قلتها لنا لينا وللاباء وللامهات وللطلبه كمان. الثانويه العامه مش نهايه الدنيا، دي بدايتها. بدايتها ما توفقناش فيها قوي، عادي هتعدي وهتبقى كويس في الحاجه اللي انت بتحبها. دايما لازم تكونوا انتوا كطلبه كده، انتوا كشباب، شوف كل واحد فيكم بيحب ايه، شوفي انت نفسك في ايه، بتحبي ايه، شغفك في ايه، لان الحكايه مش حكايه درجات وارقام ولم مجموع والسلام. الحكايه حكايه انت بعد كده لما هتكبري هتبقي بتعملي، او انت لما هتكبر هتبقى بتعمل حاجه اللي بتحبها ولا لا، تبقى شاطر فيها ومتميز فيها ولا لا. فخليكوا على موقفكم، ما تزعلوش، الدنيا ما بتنتهيش عند الثانويه العامه. وارجوكوا يا اهالي الكلام السلبي بقى بتاع شوف جارك جاب كام وهو اصلا هو احنا ده اهله ما بيعملولوش نص اللي احنا بنعمله لك، شوف ابن خالتك، شوف اخوك الكبير، شوف مش عارف ايه، الحاجات دي كلها بعد كده بتدمر نفسيه عيالنا وبتخليهم يقدموا على افعال مش كويسه وممكن ينهوا حياتهم. فاحنا ونرجع بعد كده نعيط عليهم وليه ومش ليه وكان لسه قدامه العمر. هنحاول ان احنا اللي من عندنا من البدايه نبقى مش ضاغطين عليهم بالطريقه دي، نأمل باي نتيجه ايا كانت ايه هي، ونطلب من ربنا ان هو يعوضنا بالخير ويخلينا نشوف عيالنا في احسن حال باذن الله. اتمنى بقى النجاح لكل طلبه الثانويه العامه، ومحدش يبقى زعلان خالص خالص السنه دي. بمناسبة بقى النجاح والأرقام والسوشيال ميديا، وإحنا بنتكلم عن السوشيال ميديا كمان معانا النهاردة، شفنا هجوم كبير وتنمر اتعرضت ليه اللاعبة جانا علي لاعبة منتخب مصر للقوس والسهم على السوشيال ميديا بعد ما حلت في المركز 63، المركز اللي قبل الأخير، في جولة الترتيب الفردي للقوس والسهم أولمبياد باريس. الهجوم اللي حصل ده هجوم حصل عن جهل بأصول اللعبة وقوانين اللعبة، لعبة القوس والسهم. كان الطبيعي ان احنا كجمهور مصري نشجع بطلة مصرية بتمثل مصر في دورة الألعاب الأولمبية، بدل ما نتنمر عليها ونحبطها، يعني نبقى ورا اللعيبة بتاعتنا، نحاول نشجعها، نحاول نعزز ثقتها في نفسها، نحاول نقول لها احنا وراكي، احنا اهل بلدك وراكي، احنا بنتابعك ومبسوطين بيكي، اعملي احسن من كده، في اداء احسن كده، اعملي احسن من كده. انما احنا عملنا العكس للاسف. جنى بنت صغيره، يعني هي بطله ما شاء الله، بس هي بنت صغيره في السن، عمرها تقريبا 19 سنه، بتشارك في الاولمبياد لاول مره بعد ما توجت بذهبيه بطوله افريقيا في ديسمبر 2023، يعني محققه انجاز كبير. واكيد اكيد يعني هي عملت حاجات وتعبت جدا جدا وارهقت نفسها جدا جدا عشان تقدر توصل للمرتبه دي.
فبدل ما نبقى قاعده في البيت لا عندي ما بعملش حاجه او ما حققتش حاجه او ما تعبتش نص المجهود اللي حققته البنت جنى، واقعد اقصر فيها واقلل من مجهودها واحبطها واحسسها ان اهل بلدها مش وراها، وهي يا جماعه بلاش الاولمبياد ده، هي في الغربه مش في الاولمبياد، هي في الغربه، بنت مصريه عندها 19 سنه في الغربه، ليه بقى نهجم عليها كده بالطريقه دي؟ ليه نفضل نتنمر عليها؟ الموضوع بقى غريب قوي قوي. احنا برضو عايزين نعرف برضو الاوضاع هناك ايه في باريس، فاحنا معانا من باريس الناقده الرياضيه، معانا الملحق الاعلامي الاول دعاء بدر، الملحق الاعلامي للبعثه المصريه الاولمبيه. اهلا وسهلا بيك يا دعاء. اهلا وسهلا بحضرتك، منوراني. ميرسي يا فندم، تسلمي. كلميني عن اللي حصل مع جنى ومستوى جنى من وجهه نظرك ايه يا دعاء؟ لا طبعا، هو يعني اللي حصل مع جنى ده يعني عامة اللي بيعلق واللي بيعمل حاجات زي دي ناس يعني غير واعية وغير ما هماش مؤهلين ان هم ينتقدوا او حتى يقيموا حاجة زي كده. بالنسبة مثلا للاعيبة جنى بتاعت القصوص سهم، فهي دي بطلة افريقيا بتاعتنا. احنا في مصر اي لاعب بيتأهل للأولمبياد فدي بالفعل خلاص، ده يعني هو عمل انجاز كبير، ان هو يعني في لاعيبة كتير بيبقى هدفها التأهل للأولمبياد، ودي مش أي حد بيقدر يتأهل، يعني من العالم كله هم كلهم 10,000 لاعب اللي اتأهلوا، فدي فرصة مش أي حد بيقدر إن هو يوصل لها، وده في لعيبة كتير حلمهم كانوا التأهل فقط وما قدروش يعملوا ده. جنى هي بطلة أفريقيا، يعني جنى لو ما راحتش هتروح واحدة تانية اللي هي مثلا في مركز مش تاني، حتى لأن التاني هيبقى مصري برضه، هيبقى تالت أو رابع من أفريقيا، وهيحققوا نتيجة أسوأ من كده أكيد بكتير كمان، يعني ممكن يفشلوا في إنهاء المنافسة نفسها. طب البعثة المصرية إزاي اتصرفت مع الموقف ده؟ إزاي قدمتوا الدعم النفسي للبطلة المصرية جنى؟ الحقيقة إن رئيس الاتحاد موجود هنا وهو دعمها بعد ما خلصت لعب بشكل كبير، وقال لها ولا يهمك يعني ما حدش يهتم، حتى هنا رئيس اللجنه الاولمبيه بيقول دايما للعيبه ما حدش يهتم بالانتقادات اللي بتبقى موجوده في السوشيال ميديا، احنا نركز في لعبنا، احنا رايحين ببعثه فيها لعيبه هدفها ان هي بس تمثل مصر، لان هم خدوا شرف تمثيل مصر في الدوره الاولمبيه، في لعيبه تانيه طبعا مجموعه اخرى من اللعيبه دول هدفهم يحققوا نتائج كويسه وافضل من كده بكتير، في لعيبه هدفهم يحققوا ميداليات اولمبيه، فكل واحد ليه هدف معين بيسعى ليه، وكل واحد ان شاء الله يحقق هدفه يعني. طيب احكي لنا بقى على الاجواء اللي موجوده خلال التدريبات، شكلها عامل ازاي؟ حاولي تنقل لنا صوره كده من هناك من باريس، عاملين ايه؟ طبعا الحقيقه هنا احنا في موجودين في القريه الاولمبيه، اللعيبه كلها موجوده، في التزامات دايما بالتدريبات وبمواعيد التدريبات، في فرق اوريدي عامله معسكر هنا عشان خاطر يندمجوا في الاجواء وكده، زي مثلا منتخب رفع الاثقال متواجد هنا بيتدرب كل يوم، بيروحوا الجيم الملحق بالقريه، منتخب كره اليد عندهم تدريبات على طول، استعداد لاي مباراه في قبلها اليوم اللي قبله تدريب. الحقيقه الجو بشكل عام جو يعني بيساعد، لان كل اللي موجودين اللعيبه الموجودين هم كلهم ابطال اولمبيين وابطال عالميين، فنقدر نقول صفوه اللعيبه، يعني صفوه اللعيبه اللي في العالم كله موجودين في هذا المكان، فدي حاجه بتدي طاقه ايجابيه الحقيقه طبعا لكل اللعيبه خصوصا الصغيرين، واكسبيرينس حلوه قوي للعيبه الصغيرين قوي في السن كمان. كمان طبعا حاجة هايلة جدا، وبتمنى طبعا ان انتوا دايما تبقى الاجواء حواليكوا كده ايجابية، وتقدروا تحققوا اعلى المراكز في كل الالعاب اللي احنا مشتركين فيها باسم مصر في دورة الالعاب الاولمبية لباريس. برضو قولي لنا كده المباراة بقى اللي جاية لجنى هتكون امتى وهتلعب قصاد مين؟ لا هي جانا خلصت انهت المنافسات بتاعتها في الفردي، عندها بعد كده حاجه في الزوجي ان شاء الله، مش معايا التاريخ الحقيقه دلوقتي، لكن احنا عندنا جداول بتنزل يوميا عن المنافسات اليوم اللي جاي. هي كل الدعم ليكوا، كل الدعم للفرق المصريه اللي موجوده دلوقتي في باريس، كل الدعم لجنى، وارجوكي توصلي لها ان احنا كفريق انت بندعمها وبنقول لها برافو عليكي وشكرا على مجهودك، وما تنتبهش زي ما قلتوا كده ما تنتبهش لانتقادات السوشيال ميديا، لانه لو احنا انتبهنا عمرنا ما هنقدم حاجه ابدا ولا هنتقدم في حياتنا، وان شاء الله ترجعوا لنا بارقام حلوه. بشكرك جدا جدا الملحق الاعلامي للبعثه المصريه الاولمبيه دعاء بدر.
دلوقتي بقى احنا معانا على التليفون منى سامي الناقدة الرياضية، هتكلمنا بقى على اللي حصل برضو مع جنى والهجوم ده كله، واكيد هنعرف رأيها. اهلا وسهلا بيك يا منى. اهلا بيك يا استاذة نور، واهلا بكل المشاهدين. منوران يا منى. منى، من وجهة نظرك كناقدة، ايه رأيك في الهجوم برضو اللي تعرضت ليه جنى علي على السوشيال ميديا بسبب مركزها ال 63؟ بصي، انا رايي ان احنا محتاجين بس نصنف اللعيبه المصريين او اللاعبين اللي بيشاركوا في الاولمبياد لاكثر من تصنيف، لان مش كل اللاعبين مسافرين هيجيبوا ميداليات. احنا بنقدر نقيم ان اللاعب ده قدم نتيجه كويسه ولا لا من خلال نتائجه اللي قبل البطوله. كل لاعب له ارقام، يعني انا لما اقول انا مرشحه 5 لعيبه يجيبوا ميداليات، انا برشحهم بناء على ايه؟ بناء على ارقامهم قبل البطوله. فانا ما اقدرش ان انا لاعب ارقام قبل البطوله متميزه على المستوى الافريقي، لكن على المستوى العالمي بعيده، ودي حاجه ما تقللش منه، خصوصا لو لعبه مصر ما بقالهاش سنين كتير بتلعبها، فارق خبرات كتير وكمان صغر سن، ما اقدرش اتوقع من اللعيبه انها تسافر وتلعب وتجيب مثلا وتتاهل للنهائي. فالحصل على السوشيال ميديا جزء منه قله وعي. انا شايفه قله وعي ان الناس على مدار مثلا سنين مش عارفين الالعاب دي، مش بيتفرجوا عليها، وبعدين فجاه حصل سبوت على يعني على العاب معينه الناس ما تعرفش عنها حاجه، بقت الاخبار تذاع، اللاعب ده ودع، اللاعب ده خسر، اللاعب ده، فالناس بدات تتلاعب مع الالعاب، بتتعامل مع الالعاب، معلش يا منى بدون قطع كلامك طبعا، بتتعامل مع الالعاب الرياضيه المختلفه نفس المعامله اللي بيتعاملوها مع لعبه كره القدم، واللي هي اصلا عليها متابعه جامده جدا، ودايما بنشوفها على التلفزيون وبنتفرج على الاستوديوهات التحليليه، الناس حافظه كل حاجه فعلا. وبالرغم من كده برضه ساعات بيبقى في انتقادات لا منطقيه، بس برضه يعني نقول اوكي دي لعبه موجوده قدامنا 24 ساعه، انما الالعاب اللي زي لعبه القوس والسهم والالعاب الثانيه اللي مشاركه في الاولمبياد، احنا فعلا زي ما انت بتقولي احنا على جهل بقوانينها، ما نعرفهاش. ما نقدرش نحكم او نقيم اللاعب مثلا، لان انا مش يعني الناس مش متابعته لسه عشان تعرف، مش عارفه اللاعب ده بذل مجهود قد ايه. يعني جنى مواليد 2005، لاعبه عندها 19 سنه، لعبه القوس والسهم مش لعبه سهله، فيها منافسات كتير، ان اصلا فكره ان يكون حد بطل رياضي في حياته وهو سنه صغير، وكل يوم مواعيد ونظام غذائي معين، وحافظ عشان لو في منشطات ابعد عن حاجات معينه، وكميه التضحيات اللي بتقدمها، يعني من اول طفله مراهقه بعد كده دلوقتي شابه، كميه التضحيات اللي بتقدمها علشان توصل للمستوى ده، ما بتعملش حاجات زي اصحابها في سنها بالظبط، وضغط عصبي كبير على واحده سنها صغير، وما ننساش انها عشان تتاهل الاولمبياد ما تاهلتش بالصدفه، يعني برضو لازم يعني ده دورنا وده دور حضرتك، زي ما بتكلميني وبتكلمي الناس كلها، ان احنا نرفع الوعي للناس ان ما فيش لاعب اتاهل الاولمبياد بالصدفه. حتى لو راح تمثيل مشرف وخد المركز الاخير، هو كان بطل افريقيا، يعني بطل قاري، ما فيش لاعب اتاهل وهو مش مصنف عالمي، ما فيش لاعب اتاهل الا اذا كان كسبان بطوله، يعني عشان اتاهلت عشان هي بطله افريقيا، فدي برضو حاجه تحسب لها. لو طلعنا على المستوى العالمي، المنافسات مش بالبساطه دي، احنا قلنا قبل البطوله في تصنيفات كتير، وفي حتى اللعيبه في مصر، حتى اللجنه الاولمبيه نفسها المصريه بتبقى منزله تصنيفات، احنا عندنا نجوم الصف الاول الالعاب الفرديه ومنتخب اليد والناس كلها متابعاهم، عندنا نجوم متوسطه، مثلا البطوله اللي قبلها حقق ال 15 طلع حقق ال 11 او العاشر، بنقول له برافو، وفي لعيبه مرشحه الميداليه، وفي لعيبه فكره المشاركه بالنسبه لها انجاز. جنى عندها 19 سنه، انت متخيله يعني لو احنا اديناها دعم قوي تقدر تلعب في كام دوره اولمبيه؟ طبعا لعبه القوس والسهم لسه قدامها كتير ما شاء الله، كبير. يعني لعبه القوس والسهم في اعمار مختلفه فيها، تقدر تلعب 3 أو 4 دورات كمان. فدي فكره الدعم الرياضي، ان انا عندي يعني بيز او عندي انتشار للاعبين. لو انا ناس كتير بتلعب قوس وسهم اقدر اطلع بطل رياضي، غير لما يكون عدد قليل. ففعلا الهجوم ده ضغط على اللاعبه، ولكن بعدها انا حسيت ان في محاولات ان الناس تدعمها، خرجت وزاره الشباب بتتكلم، خرجت القنوات وال يعني يتكلموا للاعيبه ان احنا بندعمك ومش عايزينك تبقي زعلانه، لان هي لسه فعلا صغيره، واحنا يعني مش عايزين انها تتاثر وتلتفت بالحاجات دي، لان احنا زي ما شفنا حتى مع زياد السيسي وهو بيلعب، الضغط العصبي هو ذات نفسه انا الضغط العصبي خلاني ان انا يعني فقدت تركيزي. فاحنا اللعيبه عندنا مضغوطه داخله، لو خسرت هتجلد، ففي ضغوط عليه من غير ما يكون يعني ملهاش سبب، لان في الاخر دي رياضه، متوقع ان احنا نخسر حتى لو انت عملت كل حاجه ممكنه، وفي الاخر دي اراده ربنا، التوفيق.
طيب احنا عرفنا كمان ان تصريح السفر بتاع جانا كان اتاخر، وده خلاها انها توصل متاخر عن ميعادها. هل ده ممكن يكون مثلا اثر على استعداداتها او لياقتها قبل المباراه، ولا زي ما انت قلتي كده هي البنت بطله افريقيا ومحققه وده مستوى معقول اللي ممكن تكون توصل له دلوقتي؟ يعني هو حتى لو ده هيأثر مش هيكون يعني وده مش تقليل، ما كانش هيحصل فرق كبير. يعني احنا مسافرين لعبة القوس والسهم، واحنا عارفين ان مصر مش بتنافس في المستويات الاولى. كل اللي متابع اللعبة عارف ان في العاب معينة احنا فخورين ان احنا بنشارك فيها، ومع كل الاحترام للاعبين احنا عارفين ان دي احتكاك وخبرات ليهم، لكن مش بنطلب منهم مثلا ينافسوا على المربع الذهبي، مش بنطلب منهم ينافسوا على اول 10 لاعبين. فهي لو في ظروف حصلت قبل المنافسات، ولكن ده ما يضغطهاش، لان ما هي مش داخله، ما حدش طلب منها ان هي جانا حققت ميداليه. هي الناس يعني عارفه الوعي الجمعي او العقل الجمعي، ان هي الناس مثلا تلاقي بوستس كتير نازله خساره خساره خساره، فتلاقي مثلا الناس بتمشي ورا بعض. بعدها الحمله للمقابله، زي ما احنا مثلا نطلع نقول لا دي صغيره، لا ننشر المعلومات الحقيقيه عن اللاعبه، لا دي بطله افريقيا، يبقى في اتزان ان على الاقل نعتبر ان دي حد عندنا في البيت. يعني لو انت عندك بطل رياضي في البيت ما بينامش، مظبط اكله ووقته صعب، منع عن نفسه حاجات كتير، اكيد هتقدره. يعني حتى لو هو راح خد المركز الاخير، في الاساس احنا بنعلم الجيل دلوقتي الصغير ان احنا عايزين نلعب الرياضه من اجل الرياضه، تهذب سلوكك. يعني في حاجات كتير قوي بننتظرها من الرياضه، خصوصا ان لو حد سنه صغير. يعني انا الحقيقه بشكرك جدا جدا الناقده الرياضيه منى سامي، بشكرك على رايك اللي قلتيه معانا في انتي، واحنا بنضم صوتنا لصوتك والصوت دينا دعاء بدر. الفكره كلها ان احنا عايزين نقول لجانا يا جانا كملي، برافو عليكي، شكرا لتمثيلك مصر تمثيل مشرف، عايزينك تحققي طبعا اكيد اكتر، بس يعني على حسب المستوى اللي هي واصله له دلوقتي. بلاش احنا كمستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي نبقى عاملين زي الجلاد طول الوقت، عاملين نجلد في الناس طول الوقت، عاملين نحكم على الناس، فاهم في الموضوع مش فاهم في الموضوع، انا ليا راي لازم اقوله. الموضوع ده الحكايه دي بقت صعبه جدا جدا الحقيقه على السوشيال ميديا، بقى اي حد في الدنيا فاهم في الحاجه مش فاهم فيها عنده راي فيها وعايز يقوله، ويقوله وينتشر ويتبنى مجموعه من الناس، وفجاه ينتشر بشكل اكبر ويوصل للشخص نفسه، فنهد فيه. لما يكون عندنا مثل منور وكويس وفي منه أمل إن هو يبقى حاجة حلوة وحاجة كويسة وحاجة مشرفة لمصر والاسم مصر قدام، أرجوكوا نحاول نقلل إن إحنا نحذفه بالطوب، مش نقلل، إحنا لازم نمنع، إحنا لازم ندعم. راحت فين جدعنتنا وطيبة قلبنا، وإن إحنا المصريين قلوبنا على بعض مهما كنا فين، واللي يطلع مننا برا لازم كلنا نبقى وراه. يعني ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة نسينا الحاجات دي؟ ليه بنستنى غلطة ولا حاجة صغنونة ولا مش عارف ايه واحنا مش فاهمين؟ دي مش كرة قدم، احنا اساتذة كرة، احنا كمصريين اساتذة كرة قدم، كل الناس بتفهم في كرة القدم، كل الرجال بيفهموا في كرة القدم وبيعرفوا كل حاجة، والبلنتي والمش عارف والفاول كل الحاجات دي معروفة، تمام؟ ما نعرفش حاجة عن القوس والسهم، فعلى الأقل نعرف حتى احنا بنتكلم عن ايه، مطلوب من البنت كان ايه، وهي عملت ايه، حققته ولا ما حققتوش. احنا مش اوصيه، احنا كل اللي احنا محتاجينه من كل من بيمثل اسم مصر للتمثيل المشرف رفع اسم مصر بطريقه كويسه بطريقه حلوه تخلي اسم الدوله دايما عالي لفوق، ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ده المطلوب من البنت. اول مره تشارك عندها 19 سنه ولسه قدامها مشاركات كتيره جدا جدا على مدى العمر، فربنا معاك يا جانا وربنا مع كل الناس. احنا بنتمنى كل قلوبنا احنا كل اللعيبه وكل الابطال المصريين اللي موجودين في اولمبياد باريس كل التوفيق باذن الله، ورفع اسم مصر عالي دايما لفوق. اقول لكم عندنا ايه النهارده؟ يلا بينا. احنا كتير قوي زي ما حتى كنا بنتكلم النهارده في موضوع الثانويه العامه، كتير قوي بنشتغل الحاجه اللي درسناها. في ناس بتدخل كليه علشان مجموعها حلو، عشان في ناس بتستخسر المجموعه، في ناس اهلها بيقولوا لها لا لازم تطلع دكتوره لازم تطلع مهندس، فبندرس الحاجه وبعد فتره نحس ان احنا ده مش شغلنا، دي مش الحياه اللي احنا عايزينها، ولا احنا مبسوطين واحنا بنقدم الشغلانه دي او بنبذل مجهود في الشغلانه دي. حاسه ان انت عمرك بيضيع على الفاضي، تعملي حاجه انت مش حباها، كل يوم تنزلي تعمليها هي ومفيش تغيير. ففي ناس بقى بتقرر انها تعمل شيفت للكارير بتاعها، وده بالظبط اللي عملوه ضيوفنا اللي هيكونوا معانا النهارده وهينورونا. عملوا ايه وازاي وايه اللي وصلوا ليه، ده اللي هنعرفه من الروائيه نهى داوود والشيف ايه عمر
وخبيره التسويق مي سامي. بس الاول خلينا نطلع لفاصل ونرجع معانا صالون ستات حلو جدا، تابعونا. معانا النهارده فقره لثلاث مهندسات قرروا ان هم يمشوا ورا شغفهم الحقيقي ويعملوا الحاجه اللي بيحبوها بجد. عملوا كارير شيفت وغيروا خالص من اتجاه حياتهم. خلونا نعرف اكتر هم عملوا كده ازاي وقدروا عليه برضو ازاي من ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو الروائيه نهى داوود والشيف آية عمر وخبيره التسويق مي سامي. اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. اهلا بيكي، بنورك. شكرا. الله يخليكم. انا النهارده لسه كنا بنتكلم على موضوع الثانويه العامه والمجموع وكده، واضح انتم مهندسات، فاكيد عايز اعرف الكواليس ازاي دخلنا هندسه وبعد كده اكيد ازاي غيرنا الكارير. بس خليني ابدا معاكي يا مي، يعني ازاي عرفتي تكتشفي شغفك الحقيقي، وهل كان سهل عليكي انك تسيبي الهندسه وتبقي خبيره تسويق؟ بصي، هو كان سهل عليا عشان انا ما كنتش حباها اصلا. يعني انا دخلت هندسه، عارفه احنا اللي هو ايه، يا دكتوره يا مهندسه وانت شاطره في الماس فيلا ادخلي هندسه. دخلت لقيتها فيزيكس اصلا، مش لقيت موضوع مختلف. بس انا خدت القرار بدري شويه عنهم، هم اتاخروا قوي على فكره. انا من اول سنه حسيت انه لا، انا مش مبسوطه. فقررت ان انا اذاكر التسويق والجرافيك ديزاين كمان وانا جوه. وانا في الهندسه. فانا خرجت من هندسه 5 سنين معايا ماركتنج ومعايا هندسه. طبعا عشان الشهاده وكده، قعدت اقول طب انا هشتغل كده اجرب برده الهندسه. جربت 7 شهور، قلت لهم بصوا بقى انا عملت لكم اللي انتم عايزينه. دخلت الهندسه. ده الاسره بتقول للاسره، عملت لكم اللي انتم عايزينه، سيبوني بقى الكارير ده بتاعي. وعملت شفت كارير على طول بعد 7 شهور من التخرج، ورحت بقى في الجرافيك ديزاينز الاول، وبعد كده بقى في الماركتنج، واشتغلت بقى في شركات كتير. فالقرار ما كانش صعب بالنسبه لي لاني اكتشفته بدري. بس طب كويس. الموضوع بقى سهل لانك درستي في نفس الوقت الحاجه اللي انت بتحبيها مع الحاجه اللي انت كنت. كان صعب اني بذاكر الاثنين مع بعض، يعني كانت صعبه قوي. اكيد طبعا. او ان الهندسه انا كنت اتصالات فتقيله، والعمل فيها كتير وامتحاناتها صعبه وكده، بس كنتش عايز ضيع وقت. انا بحب شغل قوي من وانا صغيره، ونفسي اعمل حاجه، وعلى طول مبهدلاهم معايا، انا عايزه اعمل مشروع، عايزه اعمل حاجه، ما اعرفش ايه. فاخدت القرار بدري، كانت صعبه في ان انا اذاكر الاثنين. ولما خرجت برضو، خلي بالك لما بتدخلي شركه انت خريجه ايه هندسه، طب خبرتك ايه تسويق، فبيحصل لهم ايرور، فاهمه؟ مش زي دلوقتي الدنيا بقت مفتوحه. ايه اللي حصل؟ ليه كده؟ اللي هو ليه؟ عشان انا ما حبيتهاش. واقعد احكي بقى القصه دي، قصه حياتي. فكانت مأساة. كويس انت معاكي الفيديو اهو دلوقتي، بعد كده لما تروحي مع اي حد. لما انا فتحت شركتي بقى خلاص، بس كده خلاص نروح لحد معاها الشوريل بتاعها، تدي للناس الفيديو وخلاص الموضوع انتهى. قولي لي يا آية برضو نفس الكلام، من هندسه لشركه ايه اللي حصل؟ التغيير ده حصل ليه؟ وايه اللي خلاكي اصلا تدخلي هندسه؟ بصي، انا دخلت هندسه عشان بابا كان مهندس، فكل يعني بالوراثه، يعني ولا بحبها ولا بكرهها. من الاوبشنز الاختيارات اللي انا قلتها بتاعت في الانترو، فولا بحبها ولا بكرهها، يعني طريق اخدته وخلاص ومشيت فيه وناجحه فيه. وما زلت على فكره انا لسه ما زلت مهندسه، لسه مهندسه. ما ده التشالنج اللي انا فيه بقى دلوقتي، ما بين القرار ان انا عايزه اكمل في ايه بالظبط. بس انا قبل الجواز ما كانش ليا في المطبخ نهائي خالص. اكتشفت الشغف بقى الحقيقي اول ما اتجوزت على طول. يعني انا متجوزه من 10 سنين اول ما اتجوزت المفروض بقى انا عروسه جديده، عايزه الناس تعمل لي اكل وكده، انا واقفه في المطبخ 24 ساعه. بس استني، انا بطبخ الطبخه دي دلوقتي، بعزم الناس، بصور الاكل وانزله. ما كانش لسه السوشيال ميديا قوي، يعني بنزل ناس تقول لي طب الطريقه ايه، طب كذا. لحد ما صحابي في الشغل هم شجعوني ان انا اعمل بيج وابيع فيها اكل ليهم اصلا الاول، لانه كان هم معايا ناس مغتربين كتير وانا بروح بالاكل. طب ما تدوقينا، طب ما تعملي لنا، طب ما تعملي لنا اكل ونحاسبك عليه. انا ما كانش الموضوع في دماغي نهائي خالص. ففعلا بدات عملت الصفحه، وبدات اطلع في مسابقات في التلفزيون برضو صدفه، لحد ما اتعرفت قوي في مجال الكيترينج. وبعد كده جيت خلفت،
وبدات احس ان انا ايه مش قادره على الاوردرات لان انا صحيح. كنت انا لوحدي فبدات يعني مش عايزه اصفح رعايه الطفل في البدايه طبعا تاخد كل يعني مجهود وقت الام الاثنين ورا بعض أكيد. كمان فبدات احس ان لا انا يا دوب اصلا عارفه مع الشغل ومع البيت والولاد ان انا اعرف اصلا اعمل الاكل بتاع النهارده فمن هنا بدا تحول البيج بقى لكونتنت ليه علاقه ازاي انت كست وبتشتغلي ومعاكي اطفال تعملي اكل حلو بتبس بسيطه وتنظمي وقتك في المطبخ فمن هنا يعني بدات ان انا اعمل كده عشان اساعد غيري كمان لان انا اصلا كنت محتاسه فخبرتي بقى نقلتها بقى يعني عن طريق الفيديوهات وبقى عندي الاستوديو بقى الخاص بيا شغل بره يعني بره البيت مش في مطبخ البيت بعمل فيه الوصفات بتاعتي وبدات برضو اساعد غيري في ان هو يحط منيو في ان هو يعمل وصفات ليه هو لا انا تفاصيل كل شغلانه اكيد كده كده هعرفها يعني خلوني برضو اروح لنوها برضو الاول برضو من مهندسه لروائيه وهل الهندسه مستمره معانا ولا لا وليه دخلنا الهندسه انا دخلت الهندسه مجموعه مجموعي حلو فسخ خسرته ما كانش عندي شغف صراحه تجاه حاجه تانية واحنا اسره علميه كلنا فكان يعني هي دي الاختيارات ما حدش بيفكر حتى براها يعني واشتغلت في مجال الهندسه 19 سنه وما كانش يخطر على بالي الصراحه ان انا اسيبه يعني مش انه انا مثلا ما كنتش حباه وكان نفسي دايما ادور على حاجه بديله لا الدنيا كانت ماشيه كويس جدا لحد 19 سنه وخمس سنين دراسه مش كده ده كتير جدا عملتيها ازاي وجالك قلب ازاي اولا انت بتعملي حاجه انت ما عندكيش شغف ليها قوي مده كبيره جدا وبعدين جالك قلب ازاي تحطي كل سنين دي على جنب وتبداي بقى في كارير الروايات وكده بصي انا يعني الروايات. انا ربنا صراحه ساعدني قوي لان وانا في اواخر الهندسه ما كنتش مبسوطه وما كنتش لاقيه نفسي حاسه بملل شديد وانا بشتغل مش حاسه اني اقدم حاجه جديده لكن ما كانش في ذهني ابدا ان انا ممكن اسيب الهندسه واعمل شيفت كارير لحد ما بالصدفه كنت في الغردقه مع اولادي وجوزي وحصل موقف كده وقررت ان انا اكتب روايه وكنت لسه بشتغل مهندسه وما كنتش بكتبها عشان ابقى روائيه كتبتها عجبت الناس اللي حواليا وقالوا لي دي حلوه قوي طب ما تكتبي تاني النقطه الفاصله بالنسبه لي كان ان انا وانا بكتب ما كنتش حاسه بالوقت ابدا وبعمل ده بحب شديد فحسيت انه لا في حاجه جميله ممكن اعملها حلوه بتطلع من جواك واعملها وانا مبسوطه لانه ما كنتش مبسوطه خلاص في الاواخر في الشغل يعني فهنا كانت النقطه الفارقه بس وقتها انا كنت بدعي ربنا كتير جدا يساعدني ان انا اسيب الهندسه اخد القرار ما كانش سهل ابدا يعني والحمد لله هو ربنا سهل لي بشويه كده تفاصيل انه فعلا اقدر اخد القرار واوقف شغل في الهندسه وتفرغ للكتابه الروائيه يعني والحمد لله انا دلوقتي 8 روايات ما شاء الله كانوا اكتر حاجه حلوه جدا والله مثل حلو قوي ورائع في توقيت يعني انا بقى الحقيقه بشكر عزيزه ابو بكر جدا طبعا رئيس صاحب المنجنة على التوقيت اختيار توقيت الفقره دي بالذات توقيت الولاد الثانويه العامه والاهالي مستنيين النتيجه عشان اللي برضو عايزين طب عايزين هندسه عايزين صيدله او ادخل تجاره عشان تمسك تجارتي الحاجات اللي زي كده خلوا الولاد تعمل الحاجه اللي بتحبها يعني انت بالنسبه لك نهى 19 سنه وخمس سنين تانيين انا ضايعه في الجامعه على فكره حاجه و20 سنه 24 سنه 24 سنه كاملين في الهندسه وانت مش حاسه بالطاقه وبالشعله اللي جواكي دي وانت بتكتبي الروايات ففي فرق كبير قوي برضو يا مي انت يا مي ما حسيتيش بالندم ما حسيتيش بالزعل على الخمس سنين اللي انت درستي فيهم الهندسه ووقتها انت كنت بتدرسي كمان جنبها التسويق ما حسيتيش ان انت ندمانه على الخمس سنين دول ان هم كان ممكن تدرسي بقى تسويق وتاخدي شهاده في الحته دي؟ لا هقول لك اسباب كتيره اولا الهندسه علمتني ما اعطلش دايما اقول لك المهندس بيعرف يعمل اي حاجه حلو صح ومخه مرتب كده صح فعلمتني الاورجنايزنج ازاي بقى اورجنايز او منظمه ازاي ارتب افكاري ازاي لو في حاجه انا مش فاهماها اعرف ازاي افهمها واجري ورا يعني ما بعطلش الحمد لله يعني طبعا يعني ما فيش حد كامل بس فعلا فعلا ما فيش حاجه ما بقولش انا ما بعرفش اعملها لا هسيرش وهدور وهعرف اعملها فمش ندمانه ابدا على دراسه الهندسه فتحت لي بصي هقول حاجه يعني احنا في مجتمع بيحب الالقاب لسه كنت بقول لهم يا باشمهندس يا دكتور انا قعدت لحد ما اتخرجت انا متخرجه 2010 لحد السنه اللي فاتت ما كانش حد بيقول لي مهندسه ولا كنت بذكرها تماما لحد ما حصل موقف معين فحد قال ايه
ازاي تعملوا كده مع مهندسه مي؟ لقيت المعامله اتغيرت توتالي بجد والله. لا انا بحب الهندسه خلينا حلو خدنا لقب بخمس سنين مذاكره حلوين. فلا على فكره مش ندمانه خالص، علمتني حاجات كتيره، ولو رجع بيا الزمن لسه كنت بقول لهم جوه انا هدخل هندسه تاني علشان هي عملت حاجه في شخصيتي كده زي ما بقول لك، ما بعطلش ما بكلش، علمتني الصبر لان هي صعبه. فانت عشان تفهمي المعلومه، لسه كنا بنتكلم في اتصالات بيقول لك حاجات محتاجه تخيل جامد قوي. كان الاتصالات هم كلنا على فكره اتصالات بس ما تهيالي مش دفعه واحده، لا لا دفعات مختلفه. ففي حاجات محتاجه ان انت يبقى عندك خيال واسع قوي عشان تقدري تستوعبيها. ففتحت مداركي ودماغي لحاجات كتير ما كنتش افهمها. فلا مش ندمانه، بالعكس مبسوطه وبشكر مامتي يعني ان هي ادتني الضغطه دي ودخلتني، لان احنا في مجتمع محتاجها. يعني احنا الشغل عندنا في بلدنا مش سهل، يعني برضو دي بقى للاجيال الجديده. الشغل مش سهل، انت محتاج تبذل مجهود كبير قوي، صح، تطور من نفسك تبقى مميز وتذاكر وتشتغل على نفسك وتبني نفسك وتبني كاريرك وتبني كوميونيكيشن سكيلز عندك عاليه قوي، برزنتيشن سكيلز، حاجات كتير قوي. مش بس شهاده. فهي علمتني منين اجيب المعلومه ومنين اذاكرها والصبر على المعلومه لحد ما تدخل دماغي وكده. ف لا انا مبسوطه مش طب الحمد لله. الحمد لله. برضو عايزه اسالك يا ايه نفس السؤال، حسيتي بالندم على السنين اللي درستي فيهم، وايه اللي استفدتيه من دراسه الهندسه، وايه اللي حسيتي ان لا ممكن يكون ضاع فيها الوقت شويه؟ لا خالص، بصي مش ندمانه ان انا دلوقتي بعمل الاثنين، فما اعتقدش ان لو كنت درست حاجه تانية غير الهندسه كنت هعرف انظم وقتي ما بين الاثنين. ده تشالنج كتير جدا على ان المهندس منظم. فانا عشان انظم وقتي واعرف ما اقصرش في ده وما اقصرش في ده وما اقصرش في بيتي وما اقصرش على وقتي انا الشخصي، فدي معادله صعبه اي حد اعتقد ان هو يعملها. زائد ان هي ضافت لي كمان بقى بالنسبه لمجال الاكل الدقه في التفاصيل، ويعني بركز قوي في التفاصيل والخطوات المعينه اللي انا لازم امشي بيها. هو الطبخ ممكن يكون نفس وكده، بس انت لازم تمشي على وصفه بقادير، صح، بحاجات مظبوطه، فما فيهاش تساهل ولا تهاون. وفي نفس الوقت تنظيم الوقت طبعا، تسليم اوردر، تسليم مواعيد، حاجه الشغل بيطلع مظبوط كما يجب. يعني دي اكتر حاجه انا اتعلمتها. جميل قوي. دايما بيقول على واحدة حل لو دكتور هيبيع عربيه ولا هيقول لك ده استعمال طبيب، عامله الطبق ده يعني طالع مهندس مجربه كذا مره قبل ما يطلع الطبخه. يعني انت فعلا بتهندسي الطبخه. لا والله حاجه بجد انا مبسوطه فيكم جدا ان انتوا عملتوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها. عندك اي احساس بالندم على على ال 24 سنه اللي فاتت؟ انا بسالك السؤال للمره الاخيره. ندمانه يا بنتي؟ لا خالص، اتعلمت فيهم كتير وشكلوا جزء مهم وكبير في شخصيتي. وانا قوي. لما بدات اشتغل، انا اصلا خريجه اتصالات بس انا ما حبيتش الاتصالات، فعلى طول حولت ان انا اشتغل مبرمجه. فكنت بشتغل مبرمجه، وفي بدايه شغلي كنت بحبه جدا وكنت منتجه فيه بشكل كويس جدا. هو الزهق كان في الاواخر، وكان ده الميعاد اللي ربنا كاتبه لي ان انا تتكتب لي بقى عمر جديد مع الكتابه ومع كواليس الكتابه. رحله حلوه جديده. الحمد لله. الحمد لله. هي اول روايه كانت ايه تقريبا؟ اول روايه كتبتها كانت جريمه في الفندق، اللي هو فندق الغردقه. جريمه كان في جريمه ولا ايه؟ حصل جريمه بجد؟ بصي انا متخصصه في ادب الجريمه والروايه البوليسيه، فكل رواياتي الثمانيه كلهم جرايم وبنحاول نحلهم، نفس ستايل اجاثا كريستي. وكلهم هتلاقي الاسامي كده، جريمه في حاجه او جثه او دم، هتلاقي الاسامي كلها بتدور حواليها. في جريمه كريمه كمان في العقار. ايوه، جريمه العقار 47. مظبوط، دي من الروايات اللي الناس حبتها جدا، لان لاول مره ضفت فيها حته فانتسي او ما وراء الطبيعه. هي بتتكلم عن زوجه وام ومطحونه مع الاولاد وجوزها مش حاسس بيها، وفجاه بتكتشف على الموبايل خاصيه ليها هي بس تقدر تقرا مشاعر الناس اللي حواليها. فالموضوع ده بقى عمل بيه شغل عالي جدا جدا، لحد ما حصلت جريمه في الشقه اللي قصادهم، وهي بقى عايزه بالموبايل وبالابلكيشن ده انها تعرف مين اللي عمل الجريمه. فهي مسليه وفيها حته جديده الناس حبتها. على فكره هي حلوه قوي لانها فيها حته خيال زي ما انت قلتي، فكره ان انا اعرف نوايا الناس، بس ممكن تبقى شويه يعني تحصل قدام، الله اعلم. احنا عمليه التكنولوجيا عماله تتطور تتطور كتير، بعدين احنا عايزين الابلكيشن. ممكن في يوم من الايام نلاقي ابلكيشن يرى نوايا الناس ومحدش عارف، يعني ده ساعتها الموضوع صعب قوي. بالاخر كانوا كلهم بيقولوا لا احنا اكتشفنا ان دي مش حاجه حلوه، انك تعرف الناس بتشوفك ازاي، حاسه اتجاهك بايه، دي حاجه ممكن تنغص عليك عيشتك. فقالوا خلاص مش عايزين. في كمان جريمه السيده وجريمه الشقه، يعني انت خدتي السيده، يعني انت خدتي كذا حاجه وعملتي فيهم جرايم. ما كل روايه طبعا بيبقى السيتنجز او المكان والزمان وكده مختلفين.
ايه اللي خلاكي تتحمسي لحته الادب البوليسي او الادب الروايات البوليسيه؟ ليه مش رومانسي مثلا؟ ليه مش خيال علمي؟ ليه مش اجتماعي؟ هتيجي لحد ايه؟ ده حاجه ليها علاقه بالهندسه فعلا ولا هو بس ده شغف؟ لا لا، هو شغفي من وانا صغيره كنت بحب اقرا ادب جريمه وبوليسيه من ايام المغامرين الخمسه بقى والحاجات دي. وكبرت على كده، انا بحب اللون ده. بس هو كمان للقراء هو لون ممتع قوي، لان انت بتفصلي عن الواقع اللي انت عايشاه وبتبتدي عايزه تلاقي القاتل او المجرم مع الاحداث بتاعه الروايه، عايزه تفكي الالغاز وعايزه توصلي. فدي حاجه بتقدم للقراء خبره وتجربه مختلفه، فانا حابه ان انا اقدم لهم ده. عظيم والله. هروح بقى لرد فعل الناس اللي حواليك والمحاطين بيكوا، الاهل الصحاب، كان رد الفعل كان عليكي ايه لما قلتي ان انت هتعملي شفت كارير بعد 7 شهور من المقربين وبعدين المجتمع الاوسع بقى؟ كانوا سبورتيف قوي في البيت صراحه. اولا انا بابايا ما كانش عايزني اخش هندسه وشايف انه ليه التعب ده، فكان من اكتر الناس اللي يلا يعني بابي انا هعمل مشروع يلا يلا، كان سبورتيف قوي. مامتي برضو على الرغم ان هي اللي كانت يعني تقود مسيره الهندسه، ولكن برضو كانت خلاص انا يعني انا عايزاكي مبسوطه في الاخر، مش عايزه اضغط عليكي، فلا يلا جو وتروت وتبسطي يعني وكده. فما حسيتش بضغط من البيت، وعلى فكره ده عامل مهم قوي. يعني البيت لما بيبقى سبورت ليكي بتحسي ان انت قادره تنجحي وقادره تكملي، وتحسي كده بسنده كده مهمه قوي. احنا شايفين هو على الشاشه فيديو ليكي وانت بتدي كورسات كمان للناس التسويق. بدي كورسات في التسويق. باين عليك انك مبسوطه طبعا ومحققه شغفك وبتعملي الحاجه اللي بتحبيها. احكي لنا يا مي عن الكورسات دي، كنت بتدي فيها ايه وبتتكلمي مع الناس عن ايه بالظبط؟ ايه الحاجات اللي ياخدوا بالهم منها وايه الحاجات اللي منها؟ بصي، هو سبب الكورسات ايه؟ احنا عندنا في بلدنا يعني او عامه في المجتمع مجال التسويق سمعته مش ألذ حاجه. دايما الكلاينت حاسس ان هو انت هتضحكي عليا، انت مش هتحققي لي نتائج. فانا بعد بقى انا بقالي دلوقتي حوالي 16 سنه في التسويق. فبعد الخبره دي فعملت مناهج كاستمايز، يعني المناهج عندي مش زي اي حته انت بتروحيها، هي بجد بتديكي الخبره العمليه عشان نطلع جيل العميل يثق فيه. ما هو ما فيش حاجه اسمها ما فيش نتائج، يعني انت لازم تقولي للكلاينت انت هتدفع كذا عشان هيجي لك مبيعات كذا. ده ما بتلاقيهوش في اي شركه تسويق في الدنيا. ليه؟ لان هي حاجه صعبه تحسبيها، هي بتيجي مع الخبره. فانا عملت الخبره دي في تراكس صغيره عمليه، يعني انت بتخشي الناس احنا هي تحسي كده ان هو بيتعلم من النقاش ما بيننا وما بين بعض. في شرح في الاول كل حاجه، بس يلا نطبق بقى. هما بيطبقوا سواء بقى ازاي تصنعي محتوى، ازاي تعملي استراتيجيه تسويقيه صح توصلك لنتائج حقيقيه مدروسه، ازاي تعملي اعلاناتك صح بشكل يعني على كل منصه طبعا ليها طريقتها وتوصلك لنتائج حقيقيه. فكل التراكس دي موجوده عندنا بس بشكل عملي. دي اهم حاجه، والحمد لله الفيدباك منها حلو قوي. وخلي بالك ما بعملهاش كتير، يعني بعملها على فترات متباعده، ان طبعا مع الشغل في ضغط جامد، بس لما بنعملها فعلا الناس بتتبسط قوي 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 وبتطلع نتائج بعد كده كويس. معلش عايزه اقف عند حته انه اختار المنصه المناسبه للماركتنج بتاعي او الماركتنج المشروع بتاعي، علشان كمان الناس اللي بيتفرجوا علينا يستفيدوا كمان طبعاً. في الحته دي ازاي؟ يعني انا مثلا لو انا عايزه اعمل فاشن، عايزه اعمل مشروع ليه علاقه بالفاشن او ببيع هدوم او كده ملابس، هل مثلا انستجرام يبقى الطف من فيسبوك ولا ايه؟ برضو نفس الكلام لو مثلا ايه عايزه تسوق عن المحتوى بتاعها بتاع الطبخ وعايزه تسوق للبرودكت بتاعها تروح فين؟ يعني الحاجات اللي زي كده برضو نفس الكلام نهى لو عايزه تسوق لجوه، يعني اديهم هم اللي تسوق. احنا برضه توجيهي استشاره مجانيه حالا كده. الاختيار بيبقى بناء على اي اساس؟ بصي، هو طبعا كل احنا بنبقى مذاكرين كويس قوي كل منصه، واهم حاجه الخوارزميات بتاعتها الالجوريزم بتاعتها بتشتغل ازاي. يعني لسه كنا بنتكلم ان انستجرام اولا لازم تركزي في منصه واحده. فكره اني افتح 3-4 منصات في نفس الوقت ولازم انزل فيسبوك ولازم في يوتيوب ولازم تيك توك، ما ينفعش، لان الكونتنت هنا غير هنا غير هنا، شكله وكل حاجه بتقدميها فيه مختلف. فوليكن مثلا دلوقتي انا هتكلم عن انستجرام.
انستجرام مناسب ليه؟ مناسب قوي للفود بلوجرز او الطبخ، مناسب قوي للفاشون جدا، بس نوع معين من الفاشون. يعني مثلا انت بتبيعي جمله ما تشتغليش انستجرام، اكيد روحي فيسبوك. لما بتبيعي كديزاينر بتعملي ماستر بيسز كده معينه ما اعرفش ايه، روحي انستجرام. انستجرام بيحب الفيجوال العالي، يعني الصوره تبقى حلوه قوي متعوب عليها، الفيديو يبقى فعلا متصور بكاميرا حلوه. مش معنى نقول كاميرا حلوه انك لازم تروحي تشتري كاميرا مليون جنيه، لا عادي ممكن كاميرا ايفون حلوه تقدري ان انت تطلعي بيها كونتنت كويس، صوت كويس. الانستجرام اخر ابديت لسه نازل امبارح والله، ان انت تنزلي من 5 لـ7 مرات في الاسبوع. اوكي مش لازم فيديوز، ممكن كاروسيل بوست، ممكن بوست عادي، بس اهم حاجه ان يكون المعلومه مفيده. لو انت بتقدمي فاشون يبقى البرودكت فعلا واضح وقوي ولذيذ، لو انت بتقدمي طبخ يبقى في معلومه، انا استفدت من وصفه، استفدت من تريك. المهم الموضوع يبقى مناسب ومفيد للاودينس. عامه على كل المنصات دلوقتي الانفورماتيف كونتنت او المحتوى التعليمي ايا كان مجالك بقى بيروح فايرال بسرعه جدا. يعني مثلا هي في الطبخ لو قالت وصفات طبخ هتروح معاها فايرال، بس يبقى ليها التاتش بتاعها، فاهمه قصدي؟ ما تقلدش حد، ما يبقاش شبه حد انت اون. برده في بالنسبه للروايات لسه كنا بنتكلم جوه، قلت لها ليه ما تعمليش ورك شوبس ازاي اكتب روايه؟ المحتوى التعليمي ده مفيد جدا وبيجو فايرال وبيجي فلوس. عشان اكون بتديهم الاستشارات من قبل ما انا اسال. قريبه جدا معانا الحمد لله. طيب انا هستاذنكم بس هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اللقاء معاكم. فاصل سريع نرجع على طول. لسه مكملين معاكم فقرتنا وبنتكلم عن الكارير شيفت وازاي الواحد بعد ما يدرس حاجه وممكن يشتغل فيها سنين طويله يغير ويروح يشتغل الحاجه اللي بيحبها ويعمل الحاجه اللي كان بيحلم بيها والحاجه اللي فيها شغفه. وضيوفنا اللي منورنا خير مثال للكلام اللي احنا بنقوله ده والموضوع اللي احنا فاتحينه النهارده، ايه عمر ونهى داوود ومي سامي، والثلاثه مهندسات والثلاثه بيعملوا حاجات دلوقتي مختلفه تماما عن الهندسه وبعيده عن الهندسه، بالرغم من ان في منهم اللي لسه مهندسه ولسه مستمر زي كده مثلا يا ايه. ايوه ايه، عايزه اتكلم معاكي برضو عن ردود الافعال اللي جات لك لما بداتي تعملي موضوع الطبخ ده بشكل بروفيشنال بشكل احترافي، في صفحه، في عملاء، في اوردرات بتطلع، الدنيا كانت حواليك كانت عامله ازاي؟ والناس بتقول لك انت كده مشتته نفسك ولا بيقول لك لا برافو عليكي وكملي؟ بصي هو كان في جزئين، في ناس صاحبه اراء ان هو صاحب بالين كذاب، وانت ازاي اصلا بتعرفي تعملي ده؟ انت المفروض تركزي في حاجه واحده بس عشان تعرفي تبقي ناجحه فيها. انا بقى كنت باخد الكلام النيجاتيف ده وبحاول اثبت لنفسي وليهم ان لا، يعني مش شرط ان انت مش عارف تعمل ده فهي تبقى حاجه وحشه او حاجه نيجاتيف، لا بالعكس دي حاجه مميزه، وان انا كرييتيف، ان انا بعرف من الحاجتين دول، وان انا اعرف اوفق بين الاثنين، فدي حاجه صعبه عليك انا بعرف اعملها. فكنت دايما بتشالنج نفسي ان انا بثبت لنفسي ان انا لا انا اقدر اعمل ده، وباجي على نفسي كتير جدا. الموضوع ما كانش سهل ان انا اقدر اوفق بين الناحيتين، في حين ان عشان ما يبانش ان انا في الشغل التاني لا دي مقصره، وهنا لا انت بتاخدي من وقت البيت او من وقت الولاد او كذا. فانا في الحالتين الوقت اللي انا المفروض انا برتاح فيه بقى بعد الولاد وينام وبعد ما اليوم بيخلص في الشغل، بدل ما اريح لا انا ما كنتش بعمل كده، انا بروح انا اصور واعمل الكلام ده كله. حتى يوم الاجازه اللي باخده انا ما بستمتعش بيه مع إيه، انا باخده اروح اعمل حاجه ثالثه خالص. فيعني الموضوع هو كومباينيشن كده، لو انت مش حابه الموضوع مش هتبقي تقفي بالثمان ساعات على رجليكي تعملي حاجه. كل حب بنسى الوقت، يعني انت مش متخيله الموضوع عامل ازاي. الاول كان في شويه قلق من في البيت، يعني جوزي انت ليه تحطي عليكي مجهود زياده ما الدنيا مستقره والبيت تمام والولاد والشغل. جوزك ده كان راي جوزك كان الاول هو اللي انا مجهود عليكي تضغطي على نفسك، يعني الدنيا لطيفه ليه نحط على نفسنا مجهود زياده وتضغطي نفسك ما بين حاجتين وخلاص ما الدنيا ماشيه كويس. بس مع الوقت لما لقاني مره في الثانيه برجع بمود مختلف تماما، يعني لو بقى هو يقول لي لا انت محتاجه تروحي تصوري بقى شويه. يعني تحسي ان السلام النفسي فعلا والراحه انا باخدها لما بعوز افصل. انا باخد اليوم ده ما بكلمش حد،
حد، بطلع 8 ساعات شغل بصورهم بره مع نفسي، برجع واحده تانية خالص، فده علاجي يعني خلاص. والاكله الحلوه اللي بتعمليها وبتصوريها مين اللي بياكلها في الاخر؟ انا وهم واللي بيصوروا. ايوه بقى الراجل اللي مديك الدعم ده بيقول لك روحي صوري، ما انا برجع انت مبسوطه اكتر، لازم تديله الاكله الحلوه دي بعدين. ايوه بالظبط. فالموضوع وبعدين بقيت بقى مثلا الامهات اللي حواليا والناس، انا شفت الفيديو بتاعك وفرقت معايا، وامهات الولاد في التمرين صحابي انا شفت، فحسيت لا ان انا فعلا بيستفيدوا من حاجه انا وقعت فيها، وبحاول ان انا ادي لهم معلومه ان هم عشان ما يقعوش في الغلط ده او ينظموا وقتهم بشكل معين. فبدات احس ان انا مؤثره حتى على دايرتي الصغيره، فلا يعني ده شجعني ان انا اكمل. يعني ليكي جمهور اكبر منك في السن وبتتعاملي معاه ولا لا؟ ايوه طبعا، بياخدوا منك النصايح وبيغيروا على حسب الريسبي او الوصفات اللي انت بتعمليها، ولا هم اللي بيدوكي نصايح تطوري من الريسبي بتاعتك؟ لا لا خالص، ده يعني الناس الاكبر مني بالعكس خالص، ده بيجي لي تطبيقات منهم بسرعه جدا، انا عملت الطريقه اللي انت عملتيها، الجيران والناس والخالات والقرايب. اه بالظبط، ما عندهمش ان هو لا انا هعملها بطريقتي وكده، لما بيشوف الفيديو سريع وفعلا خدوا المعلومه فده بيفرق معاهم قوي، فبتبسط قوي ان هم بيشاركوني ارائهم، فبحس ان ده داعم برده ان انا لا انا محتاجه اكمل. جميل. نهى اجاثا كريستي الشر، خلاص انا سميتك اجاثا كريستي الشر. برضو لما عملتي شغفك نفس السؤال، لما بداتي تواصلي في الحاجه اللي انت بقى بتحبيها وتكتبي وتنشري، ما جاش حد قال لك 24 سنه هيروحوا فين؟ انت ليه حرام عليك، انا ال 24 سنه دول وجعني انا شخصيا، ضايقني انا شخصيا، بس انا سعيده انك بتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها والله. الحمد لله. حد مثلا بيقول لك الكتاب مثلا او الكتابه مثلا مش مضمونه، انت دلوقتي في شغلانه مضمونه، انت بتاخدي مرتب كويس في مركز كويس، ففكره الاستقرار مقابل فكره انك بتعملي عمل حر، كان اراء الناس حواليكي ايه في الموضوع ده؟ بصي هقول لك، الدايره المقربه يعني بابا وماما وزوجي وكده بالعكس شجعوني واحترموا رغبتي، هم ما كانوش عارفين احنا رايحين فين، لانه طبعا الكتابه الروائيه مش كارير واضح ان الواحد يتحرك فيه على طول، بالذات لو ما عنديش خبره، لكن كانوا مشجعيني اعمل الحاجه اللي انا بحبها. يمكن كانت التعليقات السلبيه من الدايره الاوسع، يعني مثلا اصحاب بابا، قرايب لينا من بعيد، وزي ما انت بتقولي بالظبط، ايه ازاي تسيبي كل ده اللي انت بنيتي؟ بس انا اتعلمت قاعده في البيزنس اسمها سانك كوست او التكلفة الغارقة. ال 24 سنة دول خلصوا، بقوا ورا ظهري، انتهوا، سواء خلاص بالظبط هكمل عليهم او مش هكمل عليهم، مش هيرجعوا تاني، فحرام ان انا اضيع فوقهم سنين على حسهم. صح. نفس الفكره اللي بيقول مثلا انا جبت مجموع كبير وتعبت في سنه واحده ثانويه عامه، فخساره اضيعهم هخش هندسه، فيحط فوق السنه خمس سنين وبعدين يرجع بقى مش عايز يعمل شيفت كارير عشان بقوا سته دلوقتي. صح. فلا، انا الاوان ان الواحد يحط نقطه ويبتدي من اول السطر حياه جديده. وبعدين انا مؤمنه انه الانسان طول ما هو بيتعلم بيفضل صغير، بيفضل تفكيرك شاب وفي يعني مرونه، فاللي بيكسبه ده اقرب الناس اليك، يعني ولادك والناس اللي عايشين حواليكي وجوزك، هو منتفع بان انت تكوني انسانه مرنه ولسه عندك استعداد تتعلمي وتجربي. فانا حسيت الصراحه ان التجربه دي كانت قيمه مش بس ليا انا كمان، لكن لاهل بيتي كمان، وكنموذج لاولادي انه احنا في اي سن ممكن نبدا من جديد ونجتهد ونتعلم. لانه انا لما دخلت الكتابة أنا ما كانش عندي العلم، ما كانش عندي علم الكتابة الإبداعية، وهو علم ما كنتش أعرف قبل كده، كنت فاكراه موهبة والكتاب بيكتبوا، لكن لما دخلت اكتشفت زي ما صديقاتي الجميلات عملوا، كل واحدة اتعلمت في مجال شغفها، أنا كمان كان لازم أتعلم في مجال الكتابة الإبداعية. فدي كلها كانت دروس لأولادي والأهل بيتي، إنه زي في أي سن بنبتدي نتعلم من أول وجديد ونبدأ سلمة سلمة، وزي ربنا بيكرم. صح. بيدي نفحات بقى ما بتبقيش حاسباها وتلاقيها جات وعلامات تقول لك كملي. بالظبط بالظبط، يعني الناس كملي، برافو عليكي، هو ده الطريق. اقول لهم دي مش جرأه، هو ربنا كان معايا في كل خطوه وساندني. وبرده دي بتدي امل لربات البيوت اللي بتحس انا ضيعت 20 سنه من عمري في تربيه الولاد، انت ممكن ربنا يختصر لك مشوارك في 3 سنين. صح. المشوار اللي ناس تانيين قعدوا 10 سنين عشان يبنوه ممكن في سنه، فما يبقوش شايلين الهم او حاسين بعدم تقدير لدورهم كزوجه وام، ودور مهم جدا في الحياه وفي المجتمع. يعني بصي انا كان كل ما اقول 24 سنه، بس عايزه اوضح لك حاجه، انا ما اقصدش ابدا ان انا كبرت، انت صغيره وما شاء الله عليكي، هي دي الحقيقه عشان نعرف نهرب منها. لا لا لا، لسه في كتير جدا جدا قدامك، وتقدري تحققي اكتر واكتر وتكتبي روايات اكتر واكتر بكتير. وبرده هقول مثل ما تاخديهوش عليكي بالظبط، بس
هي حصل تقريبا نفس الحكايه، ودي قصه شهيره يمكن ناس كتير قوي قوي تعرفها، اللي هو محل شهير اللي بيبيع الفراخ اللي هي الجاهزه، محل هو امريكي، وصاحب البراند ده بدا البراند ده من وهو عنده 80 سنه صحيح، وبقى اشهر براند صحيح عالمي على مستوى العالم كله في تقديم الوجبات السريعه اللي هي الفراخ المتحمره والحاجات اللي زي دي. زي ما بنقول دايما نيفر تو ليت، مش متاخر ابدا. ولو عندنا مثل امريكاني عمل، احنا عندنا مثل مصري، عندنا نهى اهو ما شاء الله، وعندنا ناس تانية كمان كتير قدرت انها تعمل كارير شيفت في وقت. احنا عندنا الفنانه الجميله ليلى عز العرب، بعد مده طويله جدا جدا عمل في مجال البنوك، عملت الحاجه اللي بتحبها بعد ما تمت 60، وسابت بصمه وسابت بسرعه جدا. يمكن الناس اللي بداوا من صغيرين ما حققوهاش. صحيح صحيح، ناس كتير قوي قعدت في مجال سنين طويله ما عرفوش يوصلوا للي وصلوا بسرعه. ما شاء الله ليلى عز العرب ما شاء الله طبعا. يعني عندنا امثال كتير تقول انه الحياه ما بتقفش عند حاجه، ولازم نعمل حاجه اللي بنحبها عشان هي دي اللي هننجح فيها ونحقق فيها. هل عندكم اي نيه انه ممكن تعملوا كارير شيفت تاني، او تغيروا حاجه تانية، او تضيفوا على الكارير اللي انتوا فيه دلوقتي، تدخلوا حاجه جديده؟ ماني مثلا عندك النيه لده، او عندك شغف تاني، او شغفك يوديك لحاجه جديده تاني؟ بصي دايما بقول لك الشخص الموهوب ده موهبته تعباه. يعني بجد والله اللي عنده موهبه في حاجه، كذا موهبه مع بعض تبقى حاجه مرهقه. يعني صدقيني انا بحب شغلي وكل حاجه، بس انا بحب اعمل حاجات تانية كتير. فممكن انا خلاص دي حاجه ثابته مش هتتغير، بس ممكن اد اون حاجات تانية. اقول دلوقتي ايه هي ولا مش لازم؟ لو عايزه تقولي تحرقي براحتك، انا يعني الدنيا تمام. مش عارفه ممكن يبقى في ام نوت بلاننج يعني الحاجه دلوقتي، بس مثلا انا بحب اغني قوي. بس مش عايزه ابقى مغنيه، بس ممكن وان داي اغني حاجه ما اعرفش. بحب قعدت ساعات على فكره كتير قوي في موضوع ان يكون مذيعه، بس ما توفقتش بالشكل اللي انا عايزاه. بس وان داي يعني دلوقتي بعمل ماي اون بودكاست لوحدي كده. لا نفسينا بقى استهانة. لا ما اقدرش هنيجي جنبك ايه يعني حبيبتي. ثانك يو. فلا في حاجات ليها علاقه بالارت شويه حباها قوي، ممكن وان داي تكون كارير، بس هيكون كارير ممتع بقى، مش كارير يجيب فلوس. لان الموهبه لما بتندمج مع ان هي ده يكون الانكم، بتلوزي شويه من استمتاعك بالحاجه. صح. لو بتعملي حاجه ارتستك، حاجه فنيه لنفسك، مش مستنيه منها المقابل، يعني الحاجات الثانيه دي ممكن تبقى حاجه بس عشان اكون مبسوطه. صح. مش عشان تجيب فلوس. معاكي يعني جدا قلبا وقالبا. فلا وان داي ممكن طبعا. حته الموهبه بتتعب دي برضو شيء بيبقى صعب قوي. الواحد لما ما بيعملش الحاجه هو بيحبها فعلا بيعيش حياته متعذبه. وفي ناس ما بتبقاش عارفه هي متعذبه ليه. انا ليه مش مبسوطه؟ انا ليه مش مرتاحه؟ عشان بتعملي حاجه، ما انا حياتي مستقره ومعايا فلوس، وقصدي يعني مش معايا فلوس اللي هو اغنى الاغنياء، بس عايشه كويس وعندي زوج وعندي اولاد، ليه انا مش مستقره نفسيا؟ عشان ما بعملش الحاجه اللي بحبها. برضو يا آية، هل في ممكن حاجة تدخل كده؟ أيوة طبعا. أنا الأول بدأت الكيترينج، وشوفي أنا دلوقتي حاجة تانية خالص. على مدار الثمان سنين دول كل شوية بيظهر قدامي حاجة وأقول لا أنا هدخل فيها وأعرف وأتعلم وأقعد جنب ناس بتعملها عشان أنا ما عنديش الخبرة فيها. واحدة واحدة ببتدي إن أنا أضيف على نفسي طبعا. ومجال الأكل مش بس أكل ومطاعم وفيديوهات والكلام ده، المجال مفتوح لحاجات كتير بتقع قدامي. بقبل إن أنا أشتغلها حتى كمساعد، ما عنديش أي مشكلة فيها، لحد لما أقف على رجلي فيها وأبقى بروفيشنال اتعلمها. انت عندك ابداعات وتقدري تعملي اختراعات وتعملي وتعلمي ناس وتعملي حاجات كتير قوي قوي مختلفه. نفسي ابتدي ادي كورسات بقى وتدخلي مطابخ مختلفه من دول مختلفه لحياتك. عظيم قوي. نهى سريعا، في حاجه تانية حابه تعمليها، او في حاجه في شغفك عايز تعمليها؟ معلش عشان وقتنا. اكيد يعني ممكن احب اترجم شويه، ممكن اكتب سيناريو للروايات. يلا بينا. يعني حاجات جميل. يبقى احنا كده خلاص، احنا يعني احنا مستنيين منكم بقى الجديد. احنا الثلاثه بقى مستنيين منكم الجديد اللي هنتكلم فيه الفترات اللي جايه ان شاء الله، والاضافات الجديده اللي هتضيفوها على مشروعاتكم. بتمنى لكم كل التوفيق. سعيده بوجودكم معايا جدا النهارده، وشكرا على المثل الجميل اللي اديتوه في وقت كريتيكال جدا زي ده، وقت انتظار نتيجه الثانويه العامه، انه الحياه مش بس الحاجه اللي احنا بندرسها، لا كمان في احنا جوانا ايه وحابين نعمل ايه، وهو ده اللي هننجح فيه. اشكركم شكرا جزيلا. مي سامي خبير التسويق، نهى داوود روائيه، وآية عمر شيف. شكرا لكم قوي. شكرا. مشكوركم طبعا متابعينا على حسن المتابعه. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. بكره في نفس الميعاد نتقابل الساعه 5 على شاشه تي سي وبرنامج انتي. مع السلامه.